على اتفضلي. الشيخة انتصار الصباحي. اهلا وسهلا، الو اهلا وسهلا يا فندم. الو الو الو، هلا هلا اهلا هلا حبيبتي، حبيبتي، ازيك هلا شيخة فيكي. انتصار؟ تسمعيني؟ اه سامعاكي. كويسة، اخباركم ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. واخبار مصر حبيبتنا ايه؟ جميلة، بتسلم عليكي. انتي اخبار الله حضرتك؟ يسلمك حبيبتي، والله احنا كويسين معانا الحمد لله. المستشار كمال يونس بيسلم على حضرتك. يا أهلا اهلا اهلا يا أهلا استاذه فيك، انتصار، يا أهلا فيك، منورانا. يا استاذه أهلا فيك، انتصار، الله يحفظك ويبارك فيك. استاذه أهلا بيكي. انتصار، الشيخ انتصار صباح، نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي نعم ورئيسة حملة نعم أنت تستحق التكريم، نعم وسفيرة بالنادي الدبلوماسي للأمم نعم المتحدة. اهلا وسهلا بيكي ومنورانا. أهلا يا أهلا فيك، يا أهلا اهلا فيك. بيكي يا فندم. شيخة انتصار، كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في الفترة اللي فاتت في السوشيال ميديا واللي بيحصل نعم عليها نعم وتسويق العلاقات ما بين مصر والكويت. نعم حبيبتي، المشكلة التواصل الاجتماعي صار جدا قريب، يعني انت شفت التكنولوجيا اللي قاعدة اطلعت فجأة للبشر. هذا استخدام يعني في محبة، في مودة، في تعليم، مو ان التواصل الاجتماعي ان الانسان ياخذ ويعطي ويقلط على الناس، عيب. هذه اخلاقك، مبادئك، قيمك، تربيتك، فعلا مو حلوه يقولون والله هالشخص هذا اهله مو مربينه او ما يعرف اصول الحياه. فعلا فعلا المشكله اختي الفتنه، يعني الدول العربيه ولا الخليجيه هم اخوان وحبايب. أيوة. ومعروفين. الله، يعني برافو والله. وبعدين الله، يعني احنا ليش احنا دائما نحط الشخص اللي ما له قيمه نحط له قيمه؟ فعلا عند حضرتك حق، نحط النظر عليه. برافو. ايوه فعلا فعلا. انا لو لازم الاشخاص تتجاهل الفيديوهات الفاسده. يعني دائما انا اقول لهم يا اخي يا خواتي تجاهلوا، يا اخواني يا اعزائي تجاهلوا الفتنه، تجاهلوها. ترى الفتنه تبتدي فتنه، بعدين تصير شراره، بعدين تصير نار. نعم نعم نعم. ايوه فعلا عند حضرتك حق. الله لا يغير علينا، احنا مع المصريين ومصريين حبايبنا واهلنا. جميل بجد يا فندم. حاجه والكويت اخواتنا وحبايبنا فعلا. وانا معلش استسمحك، الشيء بالشيء يذكر، انا ليا بنت عمتي لزم الاستاذه تهاني البرتقالي، مش عارف حضرتك تسمعي. أيوة نعم نعم اي نعم اي نعم. والنعم احنا طبعا نسايب، جميع الدول العربيه والخليجيه نسايب ترى مع بعض. نعم نعم فعلا صح، عند حضرتك حق. واحد. وفعلا اي حد، يعني اطلعوا كم شخص، هل احنا نعم على الكويتيين كلهم ونعم على المصريين كلهم؟ صح. لا ما يصير. نعم لا فعلا نعم. وبعدين احنا لازم الفيديوهات ما حد يوزع الفيديو حق الاخر. ايوه برافو. هي ديت بقى اللي بنوجهها. برافو برافو فعلا. دي صح، دي الرساله اللي بنوجهها. برافو حضرتك. يعني الناس التافهه، الناس اللي ما عندها خوف من الله، أيوة. هي اللي بتشعل الفتنه. نعم صح فعلا فعلا. تمام. فعلا تمام. فعلا عند حضرتك حق. يعني انا اتمنى انهم يرتقون من الفتنه، اتمنى انهم يصيرون ناس راقين زين، لان دائما العرب اخوات راقين. لا واحنا اخوات حضرتك. الاوروبيين علينا. ايوه فعلا فعلا. نعم تمام. فعلا احنا اخوات فعلا. تمام. اي يعني احنا كلنا اهل وحبايب، كلنا ما في احد احسن من احد. نعم. ايوه فعلا فعلا. فاتمنى ان الاشخاص جميع انحاء الدول العربيه والخليجيه انهم يا ريت انهم ما يشعلون الفتنه بس. فعلا تمام. تمام فعلا. جميل جميل، متفقين معاكي وكلام جميل وكتر الله من امثالك. حضرتك عايزين نعرف ايه اخر النشاطات اللي قمت بيها في مصر الفتره اللي فاتت؟ والله قمنا بنشاطات وايد، رحنا الريف وزعنا، ورحنا الصعيد وزعنا. وكان عندي جاية حق مصر حق
مرض السرطان ايوه ومستشفى مصر. كان عندي يعني روحه بس الله ما كتبها عشان الكورونا، وكانت عندي روحه حق الاردن وفلسطين، وكنت اتمنى اصلي بالقدس بس الله ما كتب. ما شاء الله ما شاء الحمد لله. ما شاء الله جميل والله جميل. ان شاء الله, الله مصر ترجع والعالم كله يرجع زي الاول، وحضرتك تنزلي مصر وتشرفينا وتشرفينا في البرنامج ان شاء الله. حبيبتي حبيبتي ما حد يستغنى عن مصر طبعا طبعا جميله، ما حد يستغنى عن مصر، وحضرتك انت جميله برضو حبيبتي، انت الاجمل يا قلبي، انت الاجمل. ميرسي لذوق حضرتك. الله يحفظكم ويحفظ جميع ديار العرب والخليجيين والمسلمين كلهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. حياتنا طبعا للشعب الكويتي الجميل. ميرسي خالص لمداخلة حضرتك شيخة انتصار، وإن شاء الله في انتظار حضرتك لما الطيران يفتح تنزلي مصر.